كلمني بقى على دور داليا، كلمني على مدام ميمي، على مراد. انا مش عايز احكي ليه لك. ليه او كلمني ايه كانت فلسفتك اولا في اختيار يعني ياسر جه حكى لك الحكايه، مين اختار معي؟ استاذ خالد رجله جت خلاص. يعني رجله جت، هو جاي ايه مش بيطلع في برامج كتير. لا لا هو ما يعرفش، هو ما يعرفش انه معايا. لا انت جيت هنا عند الله اكبر، يعني عندي مشكله في الكلام. ممكن تكلمه مين اختار؟ ايوه مين اختار معي؟ مختار مي؟ انت؟ هو انا يعني استاذنت الاستاذ خالد، هو رحب جدا بوجودك، كانت اول حد يعني، لان انتوا اشتغلتوا في تيوا سوا وكان نجاح كبير الحقيقه. في بينكم كيمستري هايل. ده حقيقي الحقيقه. داليا عامله دور هايل، من اهم ادوارها الحقيقه. انا من زمان بحب داليا جدا كتمثيل، يعني حاجه كانت رائعه بالنسبه لي يعني، وكان نفسي تيجي مره. الكلام الحلو ده اول مره على فكره اسمعه. شفتي ما احنا بجد اول مره اسمعه منه. واول مره يمكن هي فعلا تسمع الكلام ده، بس كان نفسي فعلا يجي حاجه عمل نقدر نشتغل فيه، فشفتها قوي في الدور ده.